البداية نهني قيادتنا الرشيدة ونهني حكام الإمارات وأولياء العهود وشعب الإمارات بهالمناسبة العزيزة هذه، دائما من سنة لسنة نحتفل ونحن يعني مقدمين إنجازات كبيرة سواء على المستوى المحلي ولا على المستوى العالمي. فالله الله يديم إن شاء الله علينا هالأفراح ويديم علينا هالعز آمين. والأمن والأمان، وبإذن الله إن شاء الله إن الأيام الجاية فيها مثل ما تقول إنجازات، ونحن كنا ثقة في قيادتنا وفي الشعب، بإذن الله. إن شاء الله أن نستمر في هذه الإنجازات ونستمر في هالأفراح بإذن الله تعالى. أبو خالد، شاركت في اليوم الوطني في سواء عن طريق الأفراح أو كنت أحد المنظمين أو شيء من القبيل؟ نبغي نعرف إذا كنت أحد المشاركين، تجربتك في اليوم الوطني 49، شو اللي شفته على وجوه الناس في هذا اليوم السعيد والجميل على قلوبنا جميعا؟ هو الحقيقة اللي شفناه نحن طبعا أكثر شيء على التواصل الاجتماعي يا أخوي سالم. تعرف السنة يعني بسبب هالظرف الاستثنائي اللي هو صحيح. كوفيد 19، مشاركاتنا كلها تقريبا تقدر تقول افتراضية وعن بعد ومحاولة لاتباع التعليمات اللي صادرة. ولكن البارحة يعني مثل ما يقول لك عن خاطر شوية رحنا صوب مهرجان زايد، بس طبعا من بعيد ما اختلطنا بالعالم، وشفنا المناورات وشفنا طبعا فرحة الناس سواء من المواطنين ولا المقيمين، ما شاء الله يعني كانوا ملتمين ومنتظرين هالعروض اللي صارت. فحتى انا شخصيا بعد شاركت مع الشباب في فرسان الامارات ونزل الفيديو لو شفته، طبعا تهنئتي للقيادة وللشعب في هذه المناسبة. ولكن نأمل إن شاء الله إن السنة الجاية راح نحتفل بإنجازات بإذن جديدة، الله. وراح نحتفل بعد إن شاء الله مع بعض ملتمين كنا في مكان واحد بإذن الله تعالى.